أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد. مشاهدين الكرام، نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في المدى تهديدات فصائل مسلحة تربك التحقيقات بمقتل الوزن، وأمن كربلاء يخشى خيمة أم الشهيد. وجاء في يقين ضبط اختلاس أدوية خاصة بمرضى كورونا في نينوى. ونطالع في العرب الجديد، إصابات واعتقالات خلال اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على أهالي حي الشيخ جراح في القدس. نطالع في فاينانشال تايمز، استئناف السعودية المساعدات النفطية لباكستان جزء من مواجهة التأثير الإيراني. ونتصفح في الزمان، ارتفاع جديد بإصابات كورونا في العراق يعوق جهود رفع القيود المفروض. وجاء في عربي 21، الولايات المتحدة تدرس تفاصيل الدعم لتركيا في أفغانستان. ونتصفح في الجارديان، تعاطف دولي مع مكتبة دمرها القصف الإسرائيلي في غزة. أهلا بكم. غبار الفيدرالية يتصاعد في العراق مجددا، هذا مقال للكاتب إياد الدلامي. جاء فيه: مع كل انغلاق يصيب العملية السياسية في العراق تتجدد الدعوات إلى إقامة فيدراليات. يعتقد أصحابها أن الفيدراليات التي يطالبون بها يمكن أن تحمل بين طياتها وجنبيها خلاصا لأفق مسدود وطرق باتت لا توصل إلى الضوء الذي يقال إنه موجود في آخر النفق. واليوم في ظل حالة من الاستقطاب السياسي الحاد وتصارع الأضداد الذي تعيشه المكونات السياسية المختلفة في العراق، عادت الدعوة هذه لتطفو على سطح الأحداث. نستمع إلى مقال تحت عنوان: غبار الفيدرالية يتصاعد في العراق مجددا، للكاتب إياد الدلامي. هل يمكن أن تسمح قوى اللادولة التي باتت تسيطر على أغلب مفاصل الدولة العراقية بإقامة فيدراليات تنازع المركز بالصلاحيات والسلطات؟ عملياً لن تسمح مثل هذه القوى بأي خروج إداري لهذه المحافظة أو تلك، لأنها تدرك جيداً أن ذلك سيعني من بين ما يعنيه إغلاق كل المكاتب الاقتصادية وإنهاء سيطرة الميليشيات المسلحة على مفاصل حيوية كثيرة في تلك المحافظات، وبالتالي خسارتها موارد هائلة كانت تسمح لهذه الميليشيات بالتمول منها وديمومة وجودها، طبعا بالإضافة إلى ما تتقاضى هذه الميليشيات وتأخذه من خزينة الدولة شهريا، نظير حماية شكل الدولة إنجاز قول ذلك. لكن وعلى الرغم من كل التعقيدات التي تغلف المشهد العراقي، ومنها ما يتعلق بمطالب إقامة الأقاليم الإدارية، فإن ملامح كثيرة لهذا المشهد الضبابي والمعقد تؤكد أن وجود قوى إقليمية وربما دولية داعمة لهذا التوجه تعاضدها قوى سياسية داخل العراق قد تجعل من هذه المطالب واردة التحقق وقابلة للوصول إلى النهايات المطلوبة. وهنا لا بد أن يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان من أوائل الداعين إلى تقسيم العراق إلى 3 دول أو 3 أقاليم في عام 2006. يضاف إلى ذلك أن إيران المتحكمة الفعلي بالمشهد العراقي من خلال الأحزاب أو الميليشيات الموالية لها تتفاوض حالياً من أجل الخروج باتفاق نووي جديد أو حتى العودة إلى الاتفاق السابق مع الولايات المتحدة، ما يعني أنها قد تبدو أكثر مرونة حيال مطالب كهذه. ما يجدر الإشارة إليه الخطوة الأمريكية بسحب عديد من منظومات الباتريوت في الشرق الأوسط، العراق والكويت والسعودية، ففسرها كثيرون بأنها خطاب حسن نيات من إدارة بايدن للرئيس الإيراني الجديد الموصوف بالمحافظ والمتشدد إبراهيم رئيسي، ما يعني إمكانية دخول إيران في مظلة تفاهمات أمريكية تسمح بعراق فيدرالي، خصوصا أن هذه الخطوة تحظى بدعم أمريكي.
كيف أصبح العراق جزءا من طريق البلقان؟ هيفاء زنقنة تكتب مقالا جاء فيه بشكل شبه يومي تعلن الجهات الأمنية بالعراق عن إلقاء القبض على مهربي ومتعاطي المخدرات خاصة في بغداد والبصرة جنوبا وديالة على الحدود العراقية الإيرانية. كيف أصبح العراق جزءا من طريق البلقان؟ مقال للكاتبة هيفاء زنقنة. تساؤلات عن الجهات المستفيدة من زرع وانتشار هذه الآفة بالإضافة إلى أسباب سرعة انتشارها في بلد كان نظيفاً تماماً حتى غزوه عام 2003. وإذا كان العراق معبراً لتمرير المخدرات في السنوات الأولى من الاحتلال جراء غياب القانون وتفكيك الدولة، فكيف تطور ليصبح بالإضافة إلى ذلك إلى مستهلك ومصنع للمخدرات الكيماوية؟ تشير البيانات في التقرير العلمي تعاطي المخدرات والكحول في العراق نتائج مجموعة العمل لدراسة المجتمع العراقي الصادر 2014 إلى أن المواد الأكثر استخداماً هي الكحول والحشيش والعقاقير الموصوفة، وتشمل المخدرات الجديدة من نوع الأنفيتامين كيبتاغون والكريستال ميثامي فيتامين ومسكن الآلام ترامادول، مع زيادة استخدام الأفيون الأفغاني والترياك بالشكل خام من الأفيون والهيروين، ما يدل على زيادة حجم الكارثة بمرور الوقت على الرغم من إعلانات القوات الأمنية عن عملياتها الناجحة. فأين مكمن الخلل إذن؟ هناك أسباب عديدة لانتشار استهلاك وتجارة المخدرات، من بينها أن مناطق النزاع والحروب مفتوحة أكثر من غيرها لتجارة توازي في مردودها الاقتصادي صناعة السلاح، واستشراء الفساد بين المسؤولين هو عمودها الفقري. الملاحظ إهمال هذا الجانب عند التطرق إلى الفساد المنهجي المؤسساتي بالعراق، حيث يتم التركيز على الفساد الاقتصادي الشاسع في مجال النفط. إذن استمرار الصراع بين الأحزاب المتنازعة على السلطة وسياسة قمع الأصوات المعارضة كما نرى في العراق يعني استمرار الربح من المخدرات وتوفير الحجج لعسكرة قوات الشرطة المحلية، ولن تتمكن الحكومة الحالية كما تقول الكاتبة مهما نشرت من بيانات حول إلقاء القبض على المدمنين والتجار من وضع حد للمشكلة لأنها سبب المشكلة. ستة أيام في الفلوجة، العراقيون أهداف في لعبة فيديو. مغردون عراقيون يرفضون نشر لعبة ستة أيام في الفلوجة ويعتبرون أن ارتكاب جرائم افتراضية يؤدي إلى تفاقم الصدمة المستمرة التي يعاني منها العراقيون أصلا. تقرير لصحيفة العرب اللندنية جاء فيه. الهجوم على المدينة المعروف أيضا باسم عملية فانتوم فيوري والذي وقع في أواخر عام 2004 يعد وفق كثيرين جريمة حرب، وشاب معركة الفلوجة الثانية العنف المفرط والمآسي، وكانت المعركة مشينة نظراً لاستخدام القوات الأمريكية الفسفور الأبيض فيها، وهو مادة كيميائية تحترق فوراً عند ملامستها للهواء وتحرق اللحم حتى العظام. ويقول معلقون أن ارتكاب جرائم افتراضية يؤدي إلى تفاقم الصدمة المستمرة التي يعاني منها العراقيون في جميع أنحاء العالم، ولا ينبغي على الإطلاق نشر هذه اللعبة. ويضيف أحمد تويج محلل مستقل لشؤون الشرق الأوسط ومستشار للمنظمة العراقية غير الحكومية سند لبناء السلام في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن استغلال مآسي العراقيين في لعبة فيديو للترفيه في الغرب أمر مستهجن من الناحية الأخلاقية. ويذكر أن الناشر الأول للعبة ستة أيام في الفلوجة وهي شركة كونامي اليابانية أدركت العيوب المتأصلة في اللعبة وأوقفت الإنتاج منذ أكثر من عقد من الزمن بعد انتقادات واسعة النطاق من قدام المحاربين في حرب العراق والسياسيين ومحبي ألعاب الفيديو. لكن بيتر تامت العقل المدبر للعبة لم يتخلى عن الفكرة أبداً، والآن حول المطورون الجدد بقيادة تامت
هذه الحقبة من التاريخ إلى محاكاة بهدف تبييض الغزو الأمريكي، وأجرى مطوري اللعبة مقابلات مع 26 مدنياً عراقياً فقط. طبعاً 20,000 شخص معظمهم من العراقيين وقعوا على عريضة على موقع change.org تطالب بإلغاء اللعبة. وقالت المخرجة والمنتجة العراقية هالة السلمان التي شاركت في إطلاق العريضة أن لعبة الفيديو هذه تأتي بعد سنوات من ظهور ألعاب إلكترونية تدعو لقتل العراقيين وقصف العراق وتصدر من الولايات المتحدة. تستضيف العاصمة الألمانية برلين في 23 من حزيران يونيو الجاري مؤتمراً دولياً ثانياً بخصوص الأزمة الليبية، يستهدف وفق بيان الخارجية الألمانية تقييم الجهود المحرزة في العملية السياسية منذ مؤتمر برلين الأول في كانون الثاني يناير الفائت، ومناقشة الخطوات التالية لتحقيق استقرار مستدام في ليبيا. يقول الكاتب سعيد الحاج في مقاله بموقع عربي 21 إن حدثاً كهذا إضافة لاقتراب الاستحقاق الانتخابي المفترض تنظيمه نهاية العام كان كافيا لتسخين الملف الليبي بشكل طبيعي، لكن ما حصل هو تسخينه في سياقات غير طبيعية داخليا وحتى خارجيا ميدانيا وسياسيا. مؤشرات التصعيد هذه تغذيها خلافات ضمنية أو فتور نسبي في العلاقات بين تركيا وروسيا مؤخرا على هامش الموقف التركي من أزمة أوكرانيا، وكذلك الرسائل التركية الإيجابية تجاه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو في القمة الأخيرة ببروكسل. وقد حصلت بعض التطورات التي يمكن فهمها كرسائل عتب أو ضغط روسي على أنقرة، مثل وقف الرحلات السياحية الروسية إلى الأخيرة بذريعة جائحة كورونا. وحالة التصعيد المتزايدة في الآونة الأخيرة في الشمال السوري من قبل النظام وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية التي ما زالت تتمركز في تل رفعت وغيرها بغطاء روسي. إذن في المحصلة هناك إشارات على احتمال عودة حفتر للخيار العسكري بعد أن كانت تركيا ساهمت بشكل كبير في وأده والتمهيد للخيار السياسي الذي نتج عنه تهدئة ما زال صامدة حتى اللحظة وحوار وطني ثم انتخابات لمؤسسات المرحلة الانتقالية على أمل إجراء انتخابات عامة في كانون أول ديسمبر المقبل كخطوة أخيرة لإنهاء الاقتتال الداخلي. وبالتوازي مع ذلك ثمة استهداف سياسي للدولة الوحيدة التي دعمت حكومة الوفاق الوطني في حينه ومنع سقوط طرابلس بيد حفتر، وهي تطورات في المجمل تثير مخاوف واضحة من توجهات حفتر وداعميه في المرحلة المقبلة. وهل هي مجرد أدوات ضغط قبيل مؤتمر برلين الذي لم يدعى حفتر كشخص له، أم هي رغبة حقيقية في إعادة خلط الأوراق بالعودة للخيار العسكري الكامل؟ وفي الخلاصة تبدو تركيا مستعدة لصفحة جديدة قد تفتح في الملف الليبي في الأسابيع والشهور المقبلة، وهي صفحة تريد لها بعض الأطراف فيما يبدو أن تكون في الميدان لا على طاولة الحوار السياسي. جاء في الشرق الأوسط حيث نشرت صحيفة الجارديان بالأحرى وليس الشرق الأوسط تقريراً لأليسون فلود قالت فيه أن التبرعات والكتب تدفقت من كل أنحاء العالم رداً على مناشدة للمساعدة في إعادة إعمار مكتبة دمرها القصف الإسرائيلي الشهر الماضي على غزة. ودمرت المكتبة التي يملكها سمير وتحتوي على عشرات الآلاف من الكتب المهمة. وفي بيان للجارديان قال منصور قلبه احترق وتحطم عندما شاهد واكتشف أن صاروخاً ضرب البناية التي تقع فيها مكتبته، وأضاف ضربت الغارات الإسرائيلية نصف المبنى وكانت مكتبتي في النصف الآخر. جمعت المناشدة التي يشرف عليها المحاميان في حقوق الإنسان مهافيج روكسانا خان
وكلايف ستافورد سميث أكثر من 200 ألف جنيه استرليني للمساعدة في إعادة بناء المكتبة، وتم إرسال الكتب من كل أنحاء العالم للتعويض عن المفقودة. وأنشأ منصور المكتبة قبل 21 عاماً وأصبحت جزءاً من حياة المجتمع في غزة، حيث تحتوي على آلاف العناوين بلغات متعددة وتغطي موضوعات فلسفية وتاريخ الفن إلى الرواية وكتب الأطفال. وتحولت المكتبة إلى حطام في 18 من أيار مايو في الحرب التي استمرت 11 يوماً، واستشهد فيها 260 فلسطيني وقتل 13 إسرائيلياً. وقالت روكسانا خان إن الرد من المجتمع الدولي كان غامراً. إسقاط القنابل على مكتبة سمير منصور لم تكن المأساة الوحيدة التي ضربت سكان غزة، ولكن هذه الغارة الجوية تحديداً استهدفت الكتب والحصول عليها، وكان هجوماً على المعرفة والقراءة في هذا المجتمع. وخسر سمير حوالي 100,000 كتاب، والتي كانت تنفع طلاب المدارس والكبار على حد سواء. وأضافت: أعرف أن المستشفيات والطرق ستحصل على التمويل، ولكن مؤسسات الثقافة الثانوية مثل المكتبات يتم تجاوزها مع أنها مهمة وحيوية للمجتمع بنفس القدر. وقالت روكسانا إن الحملة تهدف لتعويض منصور عن 100,000 كتاب التي خسرها وإعادة بناء المكتبة. قصف هذه المكتبة من الاحتلال الصهيوني له أصداء كبيرة في العالم، ونأمل أن تكون التبرعات كافية لإعادة بناء مكتبة سمير من جديد. نقرأ الآن في الشرق الأوسط، جاء فيها: حول أمريكا وروسيا والحرب السيبرانية، كتب تيموثي أوبريان مقالا في صحيفة الشرق الأوسط، نستمع إلى جزء منه. لقد أضاعت أوروبا الغربية والولايات المتحدة فرصة ذهبية لإحكام السيطرة على بوتين عندما غزا شبه جزيرة القرم وضمها إلى روسيا في عام 2014، ولن يتم كبح جماح التهديدات الأوسع نطاقاً التي تواجه أوكرانيا من دون مشاركة بايدن جنباً إلى جنب مع أعضاء الناتو في قبول عضوية أوكرانيا في الحلف، وهي محاولة مخادعة نظراً إلى أن مغامرات مماثلة ساعدت في تحفيز اعتداءات بوتين الأولى في شبه جزيرة القرم منذ عدة سنوات. من ناحية أخرى، يشكل الأمن السيبراني نقطة احتكاك مشتعلة توفر لبايدن الفرصة للرد بشكل أحادي وجريء. فالرئيس بوتين هو أحد أكثر المحاربين الرقميين عدائية وتسبباً للأعطال الإلكترونية على مستوى العالم، كما تسببت روسيا في الكثير من أعمال القرصنة الحاسوبية المروعة داخل الولايات المتحدة على مدار العام الماضي. فقد قام اللصوص الرقميون في العام الماضي الذين تربطهم الشركات واختصاصيو الأمن والحكومة الفيدرالية الأمريكية بالحكومة الروسية بعمليات اختراق لشبكات الحواسيب التابعة لشركة سولاروينز، وهي من أهم مزودي برمجيات تكنولوجيا المعلومات. فلقد تسللوا سراً إلى نظام سولاروينز لعدة أشهر، الأمر الذي أتاح لهم زرع برامج ضارة على الشبكات الحكومية وشبكات الشركات الأخرى في مختلف أنحاء العالم. يقول الكاتب: لقد أمضى الرئيس جو بايدن حياته السياسية غارقاً في طقوس الدبلوماسية العالمية وملتزماً بها. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو عميل سابق في أجهزة الاستخبارات، فإنه يستخدم فن الحكم كأداة جامدة وفظة. بعيداً عن السياسة، وفي خبرنا لهذا اليوم تم اكتشاف واحدة من أكبر قطع الألماس على مستوى العالم برمته في أحد مناجم دولة بوتسوانا الحبيسة. يعادل حجم الألماسة هذه حجم بيضة دجاجة، ويبلغ وزنها 1098 قيراطاً، وهي فائقة النقاء بحسب ما ذكرته شركة بوتسوانا المشغلة للمنجم.
وأشارت الشركة إلى أنه تم العثور على الألماسة في منجم جوانينغ في وقت سابق من الشهر الحالي. ويذكر أن المنجم مملوك لشركة ديبسوانا، والذي تتقاسم ملكية أسهمها شركتا ديب بيرز وحكومة بوتسوانا. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.